والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يوصي جميع الأزواج بتقوى الله والرفق بالزوجات وإحسان العشرة وعدم الغلظة وعدم سوء الكلام. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء حيرة. الواجب على الأزواج المعاشرة الطيبة والكلام الطيب والأسلوب مع الزوجة الطيب وعدم الشدة وعدم العنف لا في الكلام ولا في غيره. هذا هو الواجب على الأزواج. والزوجة كذلك عليها أن تعامل زوجها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف. كل منهما عليها يعين الآخر على الخير. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فعليها وعلى زوجها التعاون على البر والتقوى بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والمسارعة إلى كل ما يرضي الآخر مما أباح الله. نسأل الله جميع الهداية.